أهلا بكم مشاهدينا وسعداء جدا بهذا التواصل الإعلامي معاكم من خلال نحن أصدقائك ومن خلال دورة برامجية جديدة هي دورة الصيف. مثل ما أنتم عارفين نحن أصدقائك بالصيف يصير غير شكل، إحنا كأسرة برنامج نكون قراب منكم أكثر من خلال المسابقات ومن خلال التوعية الإرشادية اللي راح يكون لها نصيب الأسد في هذه الدورة البرامجية من خلال انطلاقة حملة وطنية تقودها شركة المشروعات السياحية للمحافظة على البيئة الكويتية والمرافق العامة في دولة الكويت بشكل عام ومرافق شركة المشروعات السياحية بشكل خاص. يعني هالسنة نحن أصدقائك بالصيف راح يكون ترفيهي إرشادي من خلال تعاوننا وتعاونكم. أحب أذكركم أن انطلاقتنا اليوم من المدينة الترفيهية. من الحلقة المقبلة إن شاء الله زميلتي سدابة علي راح تكون معاي، راح تشوفونها من خلال مسابقات عديدة مختلفة ومتنوعة وجوائز قيمة في صالة التزلج. عموما احنا مثل ما قلنا قبل الانطلاقة هالصيف راح نتكاتف كلنا مع بعض حتى تكون مرافق شركة المشروعات السياحية حق الجميع، وأيضا تكون حملة شركة المشروعات السياحية هالحملة الوطنية بتعاوننا وتعاونكم نحافظ من خلالها على كافة مرافق الكويت. الدعوة مو خاصة فقط في مرافق شركة المشروعات السياحية، لأن الحس الوطني يتطلب منا أن نحافظ على كل مرفق إحنا نستمتع فيه. بتعاوننا وتعاونكم تدوم مرافقنا، إحنا نوجه لكم هالدعوة هذه لأن دائما نحن أصدقائك. أعزائي المشاهدين، إيمانا من شركة المشروعات السياحية بدورها الوطني في المحافظة على البيئة الكويتية والمرافق العامة بشكل عام ومرافق شركة المشروعات السياحية بشكل خاص، ونظرا للأضرار التي لحقت بهذه المرافق العامة ومرافق شركة المشروعات السياحية، ارتأت شركة المشروعات السياحية أن تقود في صيف هذا العام حملة وطنية لتوعية زوار هذه المرافق في المحافظة عليها. تدشين هذه الحملة سيكون من خلال كلمة من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى في شركة المشروعات السياحية شاكر العثمان. الحقيقة قامت شركة المشروعات السياحية في عدة مناسبات في لحملة البيئة وتنظيف مرافق شركة المشروعات السياحية، وكان الهدف الحقيقة من هذه الحملات أن توعية المواطنين والمقيمين بالاهتمام بالبيئة وبيئتهم، وهذه العملية الحقيقة تحتاج إلى تضافر جهود كثيرة على مختلف مستويات إدارات الدولة المختلفة، سواء من إعلام أو صحة أو الجميع الحقيقة. فالاهتمام بعملية المواطن و
تنمية هذا الفكر البيئي اللي يحتاج له أنه يبدي من نفسه، وبالتالي الطفل يتعلم من ما هو يعمل الكبير. فأهيب بكل الحقيقة الآباء والأمهات وكل المسؤولين أن يبدأوا بأنفسهم بعملية تنظيف أو المحافظة على البيئة بشكل عام، وعلى مرافق شركة المشروعات السياحية بشكل خاص، وليتعلم الأبناء والصغار، لأن عقب ما يخلص من الموقع اللي هو فيه أو المكان اللي ترفه فيه، وخصوصا الأماكن العامة، وما أتكلم فقط على شركة المشروعات السياحية بس، ولكن أتكلم على جميع مرافق الدولة بشكل عام، فإنه يشيل اللي قطع. وإحنا إذا عشنا في بيئة صحية متكاملة الحقيقة، هذا مستوى نسعى في شركة المشروعات السياحية إلى تحقيقه بتضافر الجهود مع الجهات الأخرى المعاونة لنا في عملية أن نكون بيئة صحية للجميع، يرتاح فيها الجميع. أنت لما تيجي مكان وتشوفه نظيف، اللي قبلك نظفه ترتاح، ولذلك كل واحد يجب أن يحب لنفسه ما يحب للغير. من خلال الكلمة اللي استمعنا لها من الأستاذ شاكر العثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى في شركة المشروعات السياحية، انطلقت الحملة الوطنية اللي تقودها شركة المشروعات السياحية للمحافظة على البيئة الكويتية والمرافق العامة. نقول بتعاوننا تدوم مرافقنا. عندنا الحين أولى المسابقات في المدينة الترفيهية، هي مسابقة الدي آي. معانا فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا فيك. أول شيء تعرفين طبخين دياي فاطمة أول شيء؟ لا ما تعرفين؟ الحين إحنا راح نبدأ معاش الخطوات الأولى يا فاطمة. إحنا بنعطيك 4 ديايات، مع أن هذا ديج لكن أوكي ديايات. ها مطلوب منك وأنت ما تعرفين طبخين أنك أول شيء هالدياية دش بالجدر، إذا كونتيها راح نقول شلون العيش وما العيش والشغلات كذي. أوكي لكن عنا بعيش ودياي. اختي فاطمة، هذه اول بداية لك، تفضلي تكونينها. اوكي هذه اول واحدة راحت عليك كذي صح؟ اي كذي. هذا نبي تحطينه بالجدر بالمقلة. ركزي. زين هم انت قلتي ما تعرفين طبخين دياي، قاعد نحط لك ما اعرف اقول بعد. اوكي بس انت قلتي انك طبخين عيش، فاحنا نحط لك اخر واحده. يلا خلاص. مشكوره فاطمه ما قدرت تكون ولا دياي. انتقلنا معاكم الحين. شو اسمك اختي؟ حوراء. فاطمه قبل شوي ما تعرف تطبخ دياي، انت تعرفي تطبخي؟ لا. انتوا بس تاكلون من ايد امك؟ يلا الحين نبي هالديايه داخل هالجدر. اوكي يعني محاوله حلوه جيده. ها نشوف. حوراء ركزي يا حوراء. مشكوره يعطيك العافيه. حوراء هم ما قدرت. بننتقل الى متسابقه ثانيه. احلام شلونك؟ الحمد لله زينه. اخذي هالمطرقه يا احلام بالبيت. ها
او محل الدياي يذبحون الدياي بشنو؟ بسكين. انت احنا نبيك تذبحينها بالمطرقة. هالدياي هذه نبيك تكونينها وين؟ بالجدر. بالجدر. يلا. لا الدياي طارت. ها؟ وش طبعاً انت ما راح تغدينا اليوم ها؟ اوكي مشكورة مشكورة عطيك العافية. تعرف عليه؟ جواهر اهلا وسهلا فيك يا جواهر. هذه المطرقة وهذا الديش بعد مو دياية. جواهر احنا نبيك تصدين لنا هالدياية هذه من خلال انك تقطينها بالجدر. ركزي خلي طقتك اقوى حتى تغدينا دياي على حسابك. يلا يا جواهر وركزي. يلا هذا فروج صغير ها زين. ركزي ركز اخر آه. يلا يا جواهر اوكي قوه ها مشكوره يا جواهر مشكوره على مشاركتك. احنا نبي بنت موجوده هني. شو اسمك انت؟ زكية. اهلا وسهلا يا زكية. زكية كل البنات اللي قبلك ما غدونا، احنا نبي تشيكن فيليه من خلال هالديتش هذا. عندك خمس او ثلاث محاولات. يلا يا زكية ركزي طقي بقوة. زين ها لحظة اوكي يلا يلا شوي شوي زكية. يلا ركزي ركزي قوة. هذا الديش راح حق الفريج. مثل ما شفتوا جربنا البنات انهم يغدونا دياي ما غدونا. في شباب موجودين بالمدينة الترفيهية قالوا احنا نغديكم. قلنا لهم اهلا وسهلا فيكم. حياك تعرف عليك؟ الجراح. حياك الله جراح. اهلا وسهلا فيك يا جراح. جراح احنا بنعطيك ثلاث محاولات. وعندك هالجدر اللي قدامك. وطق بالمطرقة على كيفك ثلاث محاولات ولك جائزة مقدمة من شركة المشروعات السياحية إذا ضبطت معك. تفضل إن شاء الله. يلا إن شاء الله. أول محاولة راحت. ركز أوكي هذا راحت أوكي. ناخذ الثالث ناخذ الثالثة. ركز ركز الجراح ركز. شكرا شكرا على مشاركتك. شكرا انتقلنا معاكم الى متسابق ثاني. تعرف عليك حمود. حمود اهلا وسهلا فيك يا حمود. هذه المطرقة وعندك ثلاث ديايات وعندك اربع جدورة. نبي بس واحدة تقطها داخل الجدر كيفك. يلا اوكي خذ راحتك. اوكي اوكي لا ناخذ المحاولة الثالثة. يلا يا حمود ركز شوية خذ راحتك ركز. يلا مشكور مشكور على مشاركتك. احنا متواصلين معاكم هالمطرقة حق شو اسمك؟ فواز. فواز اهلا وسهلا فيك يا فواز. اخوي فواز مثل ما اعطينا ربعك نعطيك ثلاث محاولات. عندك المطرقة الدياي الجدر لازم الثلاثة يتوافقون مع بعض وتطيح الدياية داخل. يلا صح كمل شغلك عدل. هلا فواز اوكي ثالثة فواز كون ثنتين فواز. خليك شوية هني حتى نعطي المجال للثلاثة. شو اسمك؟ سليمان. يا سليمان راح تدش المنافسة إذا كونت ثنتين لأن فواز هو الأول الحين ولكن المجال قدامك. عندك المطرقة وقلنا اسمك سلمان ها؟ يلا أوكي
ما كونت الثنتين راح يكون خلاص. الثالثة خلاص. جربها جرب حظك. روح روح. شكرا لك. ناخذ آخر واحد. أوكي. أهلا وسهلا فيك. عبد الله. يا عبد الله. عبد الله. مطلوب منك تكون الثلاثة، لكن إذا كونت ثنتين راح تدش منافسة. أوكي. يلا. عبد الله. أخذ راحتك يا عبد الله، إذا ما كونت راح تطلع. لأن المنافسة خلاص. فواز راح تاخذ هل مسجلة هذه. ها شيلها فواز، شيلها شيلها. هذا لا لا لا، من شروطها أن المتسابق يشيلها. يا تشيلها يا ناخذ البديل. شيل شيل شيلي فواز. شاكرين لك وتستاهل هالجائزة. أخذها هالصوب أقرب لك. اطلع من الصوب. يستاهل يستاهل. شايفين هالمتسابق اللي معانا اخذ جائزه، ولكن هذه اولى جوائزنا اللي خصصناها لرواد المدينه الترفيهيه. انتقلنا معاكم إلى لعبة المدفع. عندنا مجموعة من المتسابقين، كل متسابق بنعطيه محاولتين، أعلى رقم وهو يتسجل له. حسن شلونك؟ الحمد لله. مستانس بالمدينة الترفيهية؟ اي والله ناس. حسن احنا بنعطيك محاولتين ونسجل أعلى رقم. اوكي جاهز يا حسن؟ يلا شد حيلك، وراك متسابقين بعد. يلا حسن، كم تتوقع توصل حسن؟ 40. لا 47. اوكي نشوف المحاولة الثانية. اذا المحاولة الثانية رقمك اعلى راح نسجل لك احسن محاولة. اي اوكي اوكي. يلا حسن، شو تقول حق الشباب اللي قاعد يتابعونك الحين إن في سبيل المحافظة على مراكز شركة المشروعات السياحية؟ إن يحافظون عليها؟ إيه حافظون. كم رقمك طلع؟ 46. يعني ناخذ 46 ولا 47؟ 47. مشكور لك حسن. شكرا حسن. أني المتسابق الثاني. أهلا وسهلا فيك. كسوير؟ محمد. 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 هذه لعبة المدفع. المدفع وين؟ يا محمد نعطيك محاولتين، أعلى رقم راح يسجل لك. إحنا أول رقم يوسف سجلنا 47. أوكي تفضل يا محمد. عادل جاهز؟ وحيد جاهز؟ عندنا كاميرتين من خلال عادل وحيد قاعد يتابعونك يا محمد في المدينة الترفيهية ولعبة المدفع. 16. انت لك محاولة ثانية، حاول تشد حيلك لأن عددها 160، فلازم تقوى أكثر يا أبو جاسم. يلا شد حيلك بإمكانك تمسك تقضب الحديد وأقوى. نشوف 7. مشكور محمد على مشاركتك. مشكور. راح نسجل لك رقم 7، لكن 47 وهو اللي فايز. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ احمد حلمي. احمد اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك اخوي احمد. لك محاولتين واللي معانا الحين 47. تفضل اول محاوله. يلا شوف كم تتوقع توصل؟ 100. احمد حلمي قال 100.
73 محاولة حلوة. نعطيك محاولة ثانية، نعطيك المحاولة الثانية، يا نسجل لك 73 أو الـ100 اللي أنت تحلم فيها في أنك توصل. يلا يا أحمد يا حلمي، يلا إحنا برنامجنا يشترك فيه الكل، كل زوار المرافق العامة يشاركون، واللي يفوز ياخذ جائزتنا. أول واحدة كم كانت؟ 70 دقيقة. 73؟ 70. 73. أنت نزلت 3، إحنا صاحين معاك. 100. أوكي، خليك أنت لا تروح بعيد عنا يا أحمد، لأن رقمك صعب. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يحييك. عرف عليك؟ حمد عبد الجليل. حياك الله يا حمد. أخوي حمد. أحمد حلمي اللي قبلك يا بمية. الدش المنافسة أنك تجيب يا 100 يا أكثر، ها؟ ما لحق. قدامك فرصتين، احنا راح نعطيك فرصتين، تفضل نشوف الرقم الاحسن. يلا احمد، دايم تزور مدينة تركيا؟ والله يعني احيانا. 57. نعطيك المحاولة الثانية، نعطيك المحاولة الثانية عشان نسجل أحسن رقم. شد حيلك يا حمد. 100. إذا وصلت 100 دشيت معك، كنا بعد 93. مشكور حمد، مشكور. ناخذ متسابق أخير، آخر متسابق. أهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ عباس الصراف معك. عباس أهلا وسهلا فيك. أخوي عباس لك محاولتين، وأحمد حلمي وصل 100، يعني أنت دش منافسة ب 100 وفوق. شد حيلك يا أحمد. يا عباس الصراف، يلا يا عباس. ايوه عباس، دايم حياك، دايم تجيب روحك هنا حق المدينة. لا والله انا الاهلاوي يعني، لازم طبعا يستانسون بالمدينه. والله الحمد لله كل شيء. 57، لكن حياك، بنعطيك محاوله ثانيه وتشد حيلك فيها يا الصراف. يلا تقضب هني هني، المهم احمد حلمي يقرب عندنا شوية. شوف إذا ما وصلت 100 معناته أحمد حلمي أهو. 71. عندنا متسابق دش معانا بالخط. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك. من السعودية. حياك الله. يا هلا. أول مرة تزور مدينة الترفية ولا دايم؟ لا قديتها قبل مرة هذه. إن شاء الله عجبتك. الحمد لله. ما دام رديت لها مرة ثانية معناتها عجبتك. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ سليمان الدغيثة. والنعم والله. أخوي سليمان لك محاولتين. ونحط تحط ببالك إن في واحد وصل 100. إذا 100 أو 101 أنت داش بالمتسابق معانا. نعم. زين؟ نخليها الكاميرا هذه. يلا تفضل. إي أنت من السعودية. واحنا برنامجنا حق الكل، وتفضل اول محاوله لك يا سليمان. ايه بقوه وشد حيلك ولك مكيف بانتظارك. في عندك محاوله ثانيه دايم تصور يعني؟ نعم. اي نعم نعم. لا عندك محاوله ثانيه، اعطيك محاوله ثانيه، عطنا كاميرتك، عطنا اياها. شد حيلك شوي شوي. نشيط مرة. عموما نشوف هذا 28. عموما فرصة سعيدة التقينا فيك. أهلا بيك، حياك الله. شكرا لك. عموما لعبتنا انتهت مع أحمد حلمي، وأخذ هذا مكيف هواء، يعني مكيف طبعا فيها ولكن مكيف على الماء. ها من مقدم لك من شركة المشروعات السياحية أحمد، لازم تشيله أنت.
وتمشي فيها. شكرا لك فرصة سعيدة تغنى فيك. احنا نذكركم بحملة شركة المشروعات السياحية في المحافظة على البيئة الكويتية وعلى المرافق العامة، بتعاوننا تدوم مرافقنا. شركة المشروعات السياحية، حيث الضيافة الدائمة. انتقلنا معاكم إلى لعبة الكرة الهوائية الدي في دي معانا والمتسابق. أهلا وسهلا فيك بدر. بدر نعم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حياك الله. أهلا ومرحبا. إحنا بنعطيك أربع رميات. نعم. ونبيك تطيح الكرة الهوائية. أوكي أوكي تفضل. المجال مفتوح لك في انك تطيحها. واحدة. ايوة. الثانية. طاحت. 1-0. راح تكمل الحين معانا. يلا. اوكي. انت شغلك عدل. نخليك ثواني مؤقتا توقف هني قبل لا انت وجيك فائز. اهلا وسهلا فيك. أهلا. اسمك احمد. احمد. بدر كون ثنتين طيح الكره مرتين. ها فدير بالك عندك اربع محاولات وانا اوخر عنك. واحده. ثنتين. اوكي طاح. يلا مشكور مشكور لانه هو مطيح ثنتين. اسمك؟ محمد. أحمد ولا محمد؟ محمد. محمد أكيد ها؟ إيه. أكيد؟ إيه أكيد. أوكي محمد عندك أربع رميات. يلا شد حيلك. ركز يا محمد. هم شكرا مع أنك طيحت أنت لكن طيحت واحدة. بدر عنده ثنتين. شو اسمك؟ طارق. طارق. خذ هالتشيس هذا طق فيها الكرة طيحها مرتين تعادل معاه. 3 مرات تاخذ الجائزة. يلا لا أقوى. يلا ركز ركز. خلاص لا دشيت انت بالخامسة كذي. مشكور مشكور يعطيك العافية. الحين عندنا 2 بعد. شو اسمك؟ فهد. فهد. فهد؟ ايوه يا فهد. يا فهد عندك 4. ها؟ هذا لي حق المتسابق اللي بعدك. ها؟ يلا يا فهد ركز اخذ راحتك. ايوه ركز ركز شوي شوي يا فهد. ايوه ايوه يلا شوف الحين ما قبل لا تشوت يا تكونها وتوقف على اليمين يا نودعك مبكرا. يلا فهد صيدها. راحت عليك. مشكور. اهلا وسهلا فيك. انت اخر متسابق معانا. اسمه لا فلاح. يا فلاح عندك 4 بامكانه يعني الفوز بيدك والدي في دي يمك لان هو صايد ثنتين. انت عندك 4 محاولات. اول واحده. ثاني واحده. ركز يا فلاح. مشكور. اهلا وسهلا فيك يا بنت. اهلا وسهلا. تستاهل الدي في دي. انت جاي مع اولادك هنا؟ نعم. اذا اولادك مثل ما هم يستانسون حسيت ان ولدك يعني بدا يخرب الشغله اللي انتم جايينها. انا طبعا امنع عنها بالذوق. اقول له دي حاجه جايين نتفسح فيها ونستمتع بيها. يعجبني كلمة الذوق هذه لأن الأولاد الصغار يحبون يشوفون أبوهم شنو يسوي يسوون معه. نعم. وإحنا بكل ذوق نعطيك الهدية هذه عبارة عن دي في دي مقدم من شركة المشروعات السياحية. بارك فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بدر أخذ الدي في دي ولكن عندنا
جوائز وايدة. برنامجنا نحن أصدقاؤك. نذكركم بتعاوننا نحافظ على مرافقنا. شفتوها قبل شوية، هذه ألعاب كنا نتغشمر فيها مع الجمهور. الحين انتقلنا إلى لعبة صجية فيها قوة، ومعانا فهد. فهد أهلا وسهلا فيك. أهلا مرحبا، حياك الله. الله يحييك فهد. بنعطيك محاولتين من خلال المطرقة، الطق المطرقة بهالحديدة، نشوف أعلى رقم سجل لك. بالنهاية نعرف منه أكثر رقم هو اللي يحصل على جائزتنا، والجائزة نقول لك إنها مفاجأة بعد. أوكي؟ أوكي. تفضل يا فهد، أخذ راحتك ودير بالك أنا وراك، ها؟ لحظة يا فهد، لحظة. 58. أوكي. أنت شكرا لك فهد. سجلنا المتسابق الثاني. تعرف عليك؟ سلطان شهد. نعم يا سلطان. سلطان ش... آه ثقيلة ولا؟ لا عادي. أوكي سلطان، لك رميتين، زين؟ أعلى رقم راح نسجلك. اتفقنا؟ اتفقنا. أوكي، اللعبة صعبة لأن الجائزة أصعب. أنا أبخر عنك. لحظة يا سلطان، سجل. كم؟ 65. لك رمية ثانية، هل نسجل 65 ولا أعلى من 65؟ 65. أوكي خليك يا سلطان هني. سجلنا، شونك؟ الحمد لله بخير. ثقيلة ولا لا؟ يعني شوف شلتها وطاحت. اسمك؟ مشعل طيب. والنعم يا مشعل. مشعل قبلك سلطان سهلي 65. نبيك من خلال محاولتين أعلى رقم حتى تستمر في المنافسة. يلا يا مشعل، دير بالك يا مشعل. أيوة خليك دقيقة، لحظة. 52. ثانية 52 ما يمشي. 59 هم ما يمشي، لأن عندنا 65. مشكور يا مشعل، مشكور يا مشعل. وين اللي عقبه؟ تعرف عليك؟ شكله ما راح يجيب شيء. عيد. عيد العازم. والنعم يا عيد، أهلا وسهلا فيك. ها عيد نفيك، لك محاولتين أعلى رقم سجله. يلا عيد العازمي. 65 يا عيد. ولحظة 63. مشكور، لازم واحد أكثر من 65. شو اسمك؟ يوسف علي أحمد كندري. والنعم يا يوسف. يوسف خل بين رمية ورمية وقفة نشوف الرقم. لك رميتين، أعلى رقم هو لك. يلا يوسف دير بالك يا يوسف. لحظة يوسف، 69 هذاك طلع. يلا لك محاولة ثانية. 69 ولا؟ إذا نخليك على 69، راح نسجل لك 69 وخليك هني. من اللي بعده؟ من اللي بعده؟ حياك. اسمك؟ فيصل. في واحد ياب 69، لك محاولتين. أقل من 69 ما راح تدش بالمسابقة. 69 وفوق تحصل على جائزة مفاجئة. يلا 60، يبي لك 69 الحين. يلا 63. عندنا الرقم العالمي 69. اهلا وسهلا، عليكم السلام، شلونك؟ الله يسلمك. اسمك؟ محمد. محمد. محمد شويه ثقيله هذا، شنو متغدي انت اليوم؟ والله متغدي كبسه لحم. اوكي معناته فول باور انت. يلا نبي انه اي محاولتين لك، اكبر رقم سجل لك، ولا تنسى 69 في واحد قبلك. يلا
لا كذي ما يمشي. يلا روح الثانية. مشكور على مشاركتك. تعرف عليك قبل الرمية؟ عبد الله الحاج. عبد الله. عبد الله لك رميتين. لا تنسى ان في واحد 69. اي. يعني 69 70 انت بالمنافسة. لحظة. 63 اخذ الرمية الثانية 69 الدش. اوكي فوق احنا راح نختار الرقم الاعلى. يلا يا عبد الله. ايوه. يلا يا عبد الله. يلا. لازم 69 ايوه. سبعة. مشكور على مشاركتك 57. يلا. في بعد متسابقين. تعرف عليك؟ جديع سهل. جديع سهل. والنعم يا اهلا وسهلا جديع. جديع 69 في واحد عند الرقم. يا 69 وفوق او 69 تستمر بالمنافسة. لك رميتين راح ناخذ الاعلى. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا شد حيلك جديع. يلا. الحين اوكي. عادل مع الرمية ووحيد مع الرقم 64. الثانية 64. احنا نبي واحد 69. اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ مطر فالح. والنعم يا مطر. مطر 69 تدش معنا بالمسابقة. لك رميتين ناخذ الاعلى. يلا يا مطر. شد حيلك يا مطر. لحظة. الثانية 58. الثانية 4. أهلا وسهلا فيك محمد سعد. أهلا وسهلا محمد. فرصة سعيدة وتغينا فيك. نذكرك بأن في متسابق وصل 59. أنت 59 وفوق أنت تدش المسابقة وتحصل على جائزة قيمة موجودة معانا هنا. تفضل يا أخ محمد. أيوة 63. الرمية الثانية 69. 65. يوسف الكندري. اهلا وسهلا يوسف. يوسف انت هذه راح نخليها هني. انت جبت كم؟ 69. 69 وانت الفايز صح؟ يوسف جائزتك كاهي ياتك. يوسف من شروط حصولك على الجائزه انك تطلع فيها برا الصاله وانت شايلها بدون اي مساعده. ان شاء الله اقدر. تقدر؟ ان شاء الله. اوكي اذا ما تقدر احنا بنوخر الكاميرا كذي يجيب لك واحد يشيلها معاك. اوكي اوكي. فرصه سعيده يوسف. فرصه سعيده. يلا يا يوسف شيل. لا شالها يوسف. شال الثلاجه. ثلاجه مقدمه من شركه المشروعات السياحيه حق يوسف الكندري اللي معانا. قلنا لكم ونذكركم ان نحن اصدقائك بالصيف وهو برنامج ترفيهي من خلال المسابقات وايضا برنامج ارشادي من خلال احنا نتعاون مع بعض نخلي مرافق شركه المشروعات السياحيه تدوم. نحن اصدقائك. اهلا بكم من جديد. احنا برنامجنا مثل ما قلنا نحن اصدقائك موجودين في المدينه الترفيهيه في الصاله رقم 66. الحين احنا في اللعبه اسمها لعبه الجول. لقينا جروب كامل اخذنا منه مجموعه من الشباب اللي جايين حق المدينه الترفيهيه يستانسون ويلعبون في العابها المختلفه. معانا شو اسمه قلنا؟ سلمان محمد الفارسي. سلمان حياك الله. سلمان عندك هالكره وعندك هالعداد. تشوت هالبلنتي. بالنهايه راح نعرف منو اللي يوصل العداد اكبر رقم وهو يحصل على جائزتنا. طالع وراك ايش كثر. يلا الحين شوت. الحين شوت. الحين راح نسجل. ثلاثه وعشرين. اياك هني. ثلاثه وعشرين. المتسابق الثاني اخر مره شت فيها بلنتي متى؟ من زمان. من زمان؟ ايه.
كان جول ولا لا؟ لا ما كان جول. ما كان جول. يوم عادوا بطي ما صار جول؟ لا. اوكي. شو اسمك؟ احمد السيف. حياك الله اخوي احمد. احمد اللي قبلك كان 23، الحين لك. كم؟ 199، لا تروح بعيد احمد. 199، انت خليك هني. ثاني، ثالث. شو اسمك؟ يوسف. يوسف اللي قبلك 199، تجيب 200؟ ان شاء الله. يلا. عسماوي يمين؟ يلا. 20. خلاص مشكور. روح حق متسابق جديد. شو اسمك؟ محمد العدوي. محمد، نبيك 199 او 200 تدش معانا بالمسابقة. يلا، شد حيلك. يلا. تسعة وسبعين طلع خارج اللعبة. احنا قلنا 199. شو اسمك؟ غازي عديبي. يا غازي، في متسابق 199 نبيك اكبر منه من خلال الرقم. شد حيلك. يلا يا غازي. ايوه. 81. في بعد في متسابقين. ايش كثر راح تجيب؟ 99. ها؟ 99. لا 99 كذا راح تخسر. نبيك تجيب 199 او 200. وش كلمة 99؟ اسمك؟ فهد عجيب. والنعم يا فهد. يلا يا فهد. فهد رجع ورا. 81. اوكي. مشكور. اسمك؟ عبد الله فوزي ماتوي. عبد الله. حياك الله يا عبد الله. عبد الله لازم تجيب 199 تستمر في المنافسة. والجمهور الموجود هنا يقولون عبد الله عبد الله عبد الله. جاهز؟ يلا. 46. باقي متسابقين اثنين. شو اسمك؟ ناصر. حياك الله ناصر. وايد مؤدب وهادي، لكن ما نبيك بالكرة تصير هادي معاها. ها؟ نبيك تقطعها. اوكي. ان شاء الله. يلا. يلا. 39. اوكي. اخر متسابق معنا. شلونك؟ شخبارك؟ وايد الاولاد بالصيف يقرعوك. احلى. اوكي. يلا. اسمك؟ عزيز. عبد العزيز انت اخر متسابق ولازم 199 وفوق. 82. اللعبة انتهت. وين ال 199؟ اهلا وسهلا. احمد السيف ها؟ نعم. حياك الله يا احمد. احمد هذا DVD. هذا مقدم لك من شركة المشروعات السياحية. أحمد أنت جاي مع جروب؟ إي مع جروب. لو أنت بالمدينة الترفيهية أحمد، أنا حسيت أن واحد بدأ يخرب يعني، ها؟ والربع قاعد يشجعونك، شو تقولون حق بعض حتى تستمر مثل المرافق؟ أن ما في واحد يخرب مثلاً. بس إذا شفت واحد قاعد يقط بالأرض، الطول على الأرض ولا كذا، أنصحه وأقول له أنه يقطهم سالفة المهملات. هذه البادرة حلوة منك، وإحنا نشجعكم أن كجروب تمشون مع بعض. حيو أحمد مرة ثانية. يلا يستاهلون يستاهلون. احنا ندعوكم مثلا ان كل شباب هالاعمار هذه يجون جروبات مثل احمد وربعه يستانسون في مرافق شركه المشروعات السياحيه ويحافظون عليها، لان بتعاوننا تستمر مرافقنا. انتقلنا معاكم الى لعبة القلاصات.
عندنا مجموعة من الشباب الصغار الحلوين الشطار اللي نجحوا بالمدرسة اللي هم نصيب كبير في حلقتنا الأولى. معانا عبد العزيز الكندرية. عبد العزيز شونك؟ زين. امسك هالكرة يا عبد العزيز، لك ثلاث شوتات، ثلاث رميات، وقدامك ثلاث قلاصات، طيحهم كلهم تدش بالمسابقة. أوكي؟ جاهز عبد العزيز؟ جاهز. ابتسم شوية. أوكي الحين تطيح، يلا ابدأ عبد العزيز. أول واحدة راحت يا عبد العزيز، ثاني واحدة راحت، ركز، ثالث واحدة راحت. مشكور، النادي متسابق ثاني. شو اسمك؟ بدر سعد العجمي. بدر أول مرة تشارك مسابقة؟ أول مرة، لكن في مسابقات ثانية فزت فيها؟ بالمدرسة تشارك مسابقات؟ شاركت مسابقة مثل كذي يعطون الكرة تطيح بدراسات ولا لا؟ لا لا. يلا اسمك بدر؟ يلا بدر. لا ركز بدر، ها؟ ركز شوي شوي. ما طاحت، احنا نبيها تطيح برا شوي. يلا. مشكور يا بدر. مشكور يا بدر. شلونك؟ الحمد لله. تمام؟ ايش اسمك؟ محمد العواضي. محمد حياك الله. محمد كورة. الفنتين ناطرينك والقلاصات قدامك، طيحهم وخذ الجائزة. أول واحدة راحت عليك، شوي شوي شوي. لحظة، شوف القلاص طاح ولا لا؟ ما طاح. احنا نبي القلاص يطيح. مشكور يا محمد. خلينا نشوف، عندنا متسابق. شلونك؟ شو اسمك؟ جاسم الصانع. جاسم يا ابو حمود، عندك الكره فانيله نادي الكويت. يلا اوكي. ايوه احنا ما نبيك تتهور وايد ابو حمود، ها؟ نبيك شوي شوي وتصيدها. اي ايوه شوف شلون. ايوه شوي 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 ابو حمود، واحده. اي طيح قلاصين، لا تروح بعيد، خليك هني لان انت قوي، ها؟ خليك هني. شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الله تبي؟ عبد الرحمن انت الحين راح تطيح قلاصين ولا تطيح الثلاثه مع بعض؟ الله ما ادري، ان شاء الله احنا بدنا تفوز. يلا شوي شوي. لا انت كذي مستعجل، ها؟ حملني شوي شوي. لا اخذ، يلا شوي شوي. خلاص مشكور. شو اسمك؟ بدر. بدر متحمس انت، ها؟ ها؟ متحمس نص. يلا 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 يا بدر، يلا. ايوه ها متحمس بدر، تقول مو متحمس، طيحت اول الجلاس. يلا يلا طيح الجلاس الثاني، وقف مع جاسم، ما طيح الجلاس الثاني. لا خلاص مشكور مشكور. شو اسمك؟ مشعل طارق عبد الغفور. والنعم، حياك الله يا مشعل. يا مشعل نبيك طيح قلاصين ادش بالمسابقة، تطيح ثلاثة نقول حق جاسم اطلع. اوكي يلا يلا. ايوه قلنا اسمك شنو؟ مشعل. مشعل بطقة واحدة، برمية واحدة قلاصين، الثانية لا 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 لا. يلا تساوى معاه ولا خلاص؟ خليك هني، تعادلت معاه، تعادل معاه. الحين انت شايف قبل العنبير يسمونه المخلص، وانت نبيك مخلص ومخلص، خلصنا نبي نروح بيتنا. عندنا ثلاث كور طيحهم ولا تخلينا ندش مسافة التعادل. شو اسمك؟ علي الصعنون. علي ها؟ حياك الله يا علي. يلا يا علي. أوه. علي يلا علي علي، صيدها 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 علي علي. لحظة شوي 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 علي شوي شوي شوي. احنا نبيك تفوز، لا ندش مسافة التعادل، ركز شوي 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 شوي. دخلتنا بالتعادل، ثلاث متسابقين تعالوا.
تعالوا ثلاث متسابقين كل واحد فيهم طيح قواسين راح نعطيك مرة ثانية. حياك انت اول واحد لك ثلاث رميات. جاسم ها؟ اوكي يلا ابو حمود. لا 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 دائما الرمية الاولى مو محسوبة. يلا الرمية الثانية ركز. ايوه سوي كذي غمض عينه بطل عينه نفس شوي نفس الشيء وصيدها. ايوه خلاص اول الجلاس مشعل ها مشعل يبقى تطيح جلاسين تنهي اللعبة. يلا اوه جاسم طلع. يلا يلا طيح الثالث وخلاص. ايوه ثلاثة لكن خليك خليك هنا خليك مشعل. علي شفت مشعل سوى؟ خرب عليك؟ لا ما خرب عليك. عندك فرصة من خلال شوتة واحدة بإمكانك تطيح الثلاثة والثنتين احتياط عندك. ركز علي ركز. شوي شوي. شوف هذه آخر كرة. يا تحطها يا النادي مشعل ياخذ الجائزة. يلا ومفروض انك تطيح الثلاثة بعد بكرة واحدة. خلاص مشعل مشعل يستاهل الجائزة اللي مصور فيها معاه. مشعل جاي جروب مع ربعك؟ ايه تمام. مشعل بنعطيك شنو هذه؟ مكنسة كهربائية. مشعل إذا طاحت منك راح نعطيها حق الثاني. شلتها؟ ثقيلة؟ اوكي شوف لا تطيح منك الا نسكر الكاميرا. انزل وروح مني هالصوب ها؟ إذا طاحت أخذناها. يلا. أيوه مشعل. مشكور يا مشعل. مشكور يا مشعل يستاهل التحية مشعل. احنا نذكركم بان احنا موجودين في المدينه الترفيهيه ونذكركم بحمله شركه المشروعات السياحيه في المحافظه على البيئه وعلى المرافق العامه. Touristic Enterprises Company, where you are always welcome. بكذي احنا وصلنا معاكم الى ختام نحن اصدقائك. هالمرشات اللي شايفينها هذه خدمة مقدمتها ادارة المدينة الترفيهية حق زوارها تبرد عليهم في الصيف. عند كل لعبة راح تشوفون مثل هالمرشات هذه. احب اقول لكم ان حلقتنا الاولى قدمناها لكم من المدينة الترفيهية. حلقتنا المقبلة إن شاء الله بصحبة الزميلة سودابة علي راح تكون في صالة التزلج. نذكركم ببداية حلقتنا كانت عن انطلاقة الحملة الوطنية اللي تبنتها شركة المشروعات السياحية في المحافظة على البيئة العامة ومرافق الدولة المختلفة بشكل عام ومرافق شركة المشروعات السياحية بشكل خاص. نقول لكم دائما إن بتعاوننا تدوم مرافقنا. نحن أصدقائك. We'll be right back.
الله.